الموسيقى ديالتها لا عطات اول كتاب في التصوف المغربي ما يسمى بالتصوف الشعبي هو ابن الزيات التاديلي التشوف الرجال التصوف التشوف الرجال التصوف هو اول كتاب على التصوف الشعبي اللي نضر ليه وهضر عليه واللي الاولياء اللي تيكتب عليه هو الاولياء ديال تادلا والاولياء ديال داي اللي هي ابن ملال هي الوارثه ديال داي من بعد ما غاديش تبقى المنطقه تتخرج الاولياء من الفتره اللي ازدهرت فيها داي ما بقاتش تخرج الاولياء حتى جات الجازوليه والفروع ديالها وانتشرت في تادلا اللي غادي كاع هادو اللي غادي نهضروا عليهم في تادلا كلهم تينتميو للجازوليه للطريقه الجازوليه سيدي علي ابراهيم سيدي احمد الزراراق سيدي محمد الشاوي سيدي بالقاسم بو عبيد الشرقي كلهم حتى الزاويه ديال الديلاء راه انتمت للجازوليه كلهم انتموا للتصوف الطريقه الجازوليه وراه معروفه الطريقه الجازوليه والاوراد ديالها ولبس المرقعه ولا الى اخره فيمكن السؤال وانا حاولت نجاوب عليه في الكتاب علاش كثرت الاولياء في هذه المنطقه البلاصه اللي تيكون فيها الصراع الانقساميه ديما تيكونوا فيها الاولياء ديما البلاصه ديال الصراع الولي تيولي واحد الحاجه حنا ملي تنكونوا نتصارعوا في حاجه لواحد الحكم في حاجه لواحد الحرام في حاجه لانه ماشي غادي نتصارعوا ديما خص يجي شي واحد يلعب واحد الدور ديال التحكيم بيناتنا لذلك تلاحظ كل تقريبا واحد المسافه معينه عندنا والي وكل منطقه ديال التماس ديال التماس بين قبائل وقبائل تلقى والي معنى ان حتى الا ما كانش الوالي تنخلقوه وتنديروه علاش لانه حنا في حاجه للزاويه الزاويه الحرام نهربوا ليها الا كانت وقع نحتميو بها تشكل داك الراس مال الرمزي تشكلوا لنا وحتى ماشي غير الراس مال الرمزي عدا ايضا ديك الوظيفه ديال التحكيم الا اختلفنا نمشيو عند الوالي ثم تنحتاجوا الزاويه كمؤسسه في الفترات ديال المجاعه وداك الشيء يمكن نمشيو ناكلوا فيها نجتمعوا فيها نديروا فيها فالزاويه خصنا نخرجوا كاع من هذاك المنطق الديني ديالها كان عندها واحد المنطق اجتماعي ديني ثقافي ولعبت واحد الدور كبير في الاستقرار والحفاظ على الهويه ديال صحيح ان هذاك الاسلام اللي دافعت عليه اسلام قضاري اتكالي احيانا تيكون تيشرع واحد الباب كبير على التخلف ولكن رغم ذلك الى قريناها في السياق ديالها لعبت واحد الدور ادوار مهمه للحفاظ على الشخصيه المغربيه خصوصا في المراحل ديال الوباء والمجاعه اللي تيموتوا الناس بزاف وتينقلوا الناس بزاف من مكان لمكان وكانت مراكز ديال التعليم حافظت على اللغه العربيه كانوا فيها مكتبات مزدهره فلعبت واحد الدور كبير الزوايا واكثر بلاد الله اولياء وهذا هي هذه المنطقه ديال تالا فيها الاولياء بزاف وتخرجوا فيها الاولياء ولعبت واحد الدور كبير في تاريخ التصوف المغربي مثلا شخص بحال مولاي بوعزة راه لعب واحد الدور كبير فيما يسمى بالتصوف الشعبي راه هو سيدي حرازم راه تلميذ ديالو ابو مديال الغوت ديال تيلمسان راه تلميذ ديالو